أثار تعيين المفتش العام الجديد للشرطة يعقوب شبتاي حالة من الترقب لدى المواطنين العرب في إسرائيل وكذلك في القدس، لا سيما وأن شبتاي ترأس قبل توليه القيادة العامة للشرطة ترأس شرطة حرس الحدود المعروفة بكثرة احتكاكها السلبي بالمواطنين العرب والفلسطيني. وعن السياسات المتوقعة للقائد الجديد للشرطة الإسرائيلية نحاور أحد مؤسسي وحدة المستعربين في الضفة الغربية وأيضا رئيس جمعية تراوما فور جود أورين أور بيتون. أهلا بك. إذا علاقة الشرطة العرب في إسرائيل وأيضا الفلسطينيين تحديدا في القدس علاقة ليست بالجيدة ويمكن وصفها حتى بالسيئة. ماذا نعرف عن علاقة كوبي شبتاي بهاتين الشريحتين؟ مساء الخير لكم جميعا. أنا أعرف كوبي منذ قبل الانتفاضة الأولى، لقد حاربنا يدا بيد ضد الإرهاب، وما يمكنه أن يجلب معه كمناضل وكضابط مجتهد جدا التجربة الطويلة والعميقة مع المجتمع العربي، ويمكنه أيضا أن يقدم الكثير من الخدمات للمجتمع العربي الذي يواجه الكثير من الصعوبات، إن كان من ناحية العنف والقتل التي نراها تقريبا كل أسبوع، وكل موضوع العنف الأسري وما إلى ذلك. لذلك لديه الأدوات والإمكانية لأن يجلب حلولا ربما ووسائل لتطوير هذا الأمر كضابط يمكنه أن يجلب ذلك. أيضا الشعور عند العرب أن حرس الحدود الذي جاء منه شبتاي هو أقرب لعقلية الجيش منه لعقلية الشرطة. الجيش يتعامل بقوة مع كل مشكلة وليس كعقلية الشرطة الجماهيرية التي يجب أن تخدم المجتمع وليس فقط فرض القانون بالقوة. هذا السؤال رائع. ما يحدث هو أن الجيش وحرس الحدود هم جبهة خاصة وملتزمة بدولة إسرائيل، صحيح أنها عسكرية أكثر، ولكننا نحن أيضا كنا شرطيين، أي أننا نلبي ونطيع أوامر الشرطة إن كان هذا على الحرس الحدودي ووفق كل القوانين الإسرائيلية، وهو فعلا يملي موقع حرس الحدود، ولكن أيضا كشرطي إن كان هذا في اليهودة والسامرة وإن كان في منطقة أخرى مثل كفر سابا وكل منطقة الشارون. هذا الأمر يجلب تجربته معه ولكن وفق مكانه. لذلك الدمج هذا بين الأدوات المختلفة يمكن أن ينعكس في عمل هذا الضابط الذي ازدهر عمله وإمكانياته في مواقع مختلفة في سلك الشرطة في موضوع الإرهاب أو مكافحة أي أمور أخرى. هذا هو رأيي لأنني أعرفه جيدا وأنا أعلم عما نتحدث. نحن نتحدث عن أحد أنشط الضباط وهذا الأمر ليس عادي ونحن لا نراه كثيرا. أيضا نقطة أخرى وهامة وهي الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل. ماذا يمكن أن نتوقع من شبتاي؟ أي طريقة تعامله مع هذه التي يمكن وصفها أيضا بالكارثة. أكثر من أو قرابة 100 جريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام. كيف يمكن أن يتعامل مع هذه النقطة؟ أنا كمن يعرف كوبي جيدا هو سيتعلم هذا الدرس سريعا ويتعمق به حيال تمسكه واستمراره في المنصب عن طريق النضال ومكافحة الأمر في الكثير من الأسلاك، أسلاك الشرطة وما إلى ذلك. سوف يهتم بأن يجلب كل مهاراته وتجربته الاستخباراتية ليضعها ويكرسها في سلك الشرطة، وحسب رأيي هو سوف يحول شرطة إسرائيل لشرطة مهنية أكثر، وكما نقول
يمكنها فعلا أن تدخل في هذا الموضوع وأن تديره. نحن لا نريد أن نرى هذه الجرائم ليس في المجتمع العربي ولا في المجتمع اليهودي. لا نريد أن نرى النساء تقتل من دون سبب وكل القصص التي نسمعها. لذلك النضال في هذا المجال مطلوب جدا، وأيضا المواطنين والأطفال الذين يقتلون سوف يستفيدون من هذا الموضوع. ولذلك أنا أعتقد أن كوبي هو الشخص المناسب لأن يهتم بهذه المواضيع، وأعتقد أنه سوف يطور ويكرس الكثير من المهارات خاصة في المجتمع العربي ومن ناحية الناحية الأمنية، والتي سوف تعود بالفائدة على المجتمع الإسرائيلي. سيد أورين أوربيتون رئيس جمعية تراوما فور جود وأيضا أحد مؤسسي شعبة المستعربين في الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك. تدالخ. شكرا.